مطالبنا معروفة، هي 47 مطلب وقد تزيد أو تنقص حسب الوضع، لكن أهمها وأغلبها وأعظمها وأخطرها في نفس الوقت هو القانون الأساسي. لأن القانون الأساسي فقط جاء في 2008 ولم يفعله ولم يشارك في صنعه السادة الأئمة وقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أي كل موظف الشؤون الدينية والأوقاف، ولم يعدل ولا مرة واحدة. بمقارنة مع التربية عدل 4-5 مرات. يعني تطالبون بتغيير تعديل أو مراجعة القانون الأساسي والذي ظلمنا. وبهذا كل القضايا مرتبطة بالقانون الأساسي، الترقيات مرتبطة بالقانون الأساسي. مثلا عندنا مؤذن 32 سنة مؤذن، معلم قرآن 35 سنة معلم قرآن، يعني من معلم قرآن إلى أستاذ تعليم القرآن لا يستطيع أن يزيد، فهذا القانون مجحف. عندنا سادة من السادة القيمين والمؤذنين نالوا شهادة الليسانس والماجستير والدكتوراه، فبقي لا زال في منصبه الأول. فهذا نظام مجحف، هذا قانون مجحف، فليس لا يرقى إلى أن يكون. ثم هذا يتناقض الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية أن أي رتبة ترتقي بعد 5 سنوات، لا يمكن أن يبقى في 5 سنوات. فهذا قانون. المسألة الثانية مرتبطة بعدة بالمناح والعلاوات وقضايا أخرى والتحويلات والانتقالات والطلب والتكوين، كل هذا مجموع في حاجة اسمها 47 مطلب. وطالبنا بإنشاء مناصب جديدة وبعض استحداث بعض المناصب الجديدة، سواء في الجانب النسبي اللي هو المرشدات، أو بالنسبة إلى وكلاء الأوقاف، أو إلى المفتشين والطاقم الذي يسيرهم والطريقة التي نعتمدها. كل هذا المقصود منا ومن نقامتنا الممثلة والقوية والفعالة في الميدان أن يرتقي مستوى الطموح ومستوى الأداء لوزارة شؤون الدين والأوقاف. نحن للوزارة عون مساعد، ليس عون مضاد. نحن نرافق الوزارة، ترافقنا، نتعاون على القضايا. إذا تأكدنا من خلال الحوار والنقاش على أن هذا المسألة ليس الآن، أو مسألة معقدة الآن، أو وضعها مثلا مرتبط بوضع مالي أو اقتصادي، فنحن من ينتصر للوزارة ومن يقنع الآخرين باعتبارنا أننا الحاضرين في القواعد برمتها.